تمام العاشرة ليلا في استديوهات قناة اليوم الفضائية. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. حجز المنتخب الإيطالي أولى بطاقات العبور للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية. فبعد الشوط أول كان فيه المنتخب الإسباني الطرف الأفضل لأنه انتهى سلبيا النتيجة. وفي شوط المباراة الثاني وبالتحديد عند الدقيقة 60 افتتح الأزوري باب التسجيل بواسطة فيدريكو كيزا، لكن منتخب اللاروخا لم يستسلم لينجح بإدراك التعادل قبل 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للقاء عن طريق البديل ألفارو موراتا، لتنتهي المباراة بالتعادل ويحتكم الفريقان لشوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لإيطاليا بأربعة أهداف لهدفين لتبلغ المباراة النهائية لملاقاة الفائز من مباراة إنجلترا والدنمارك التي تجري في هذه الأثناء على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن. مشاهدين الكرام، لمناقشة نصف نهائي يورو 2020 ينضم إلينا من مدينة آخن الألمانية الكابتن أحمد وفا شعار المدرب والمحلل الكروي، ومن رام الله في فلسطين الإعلامي الرياضي رامي زيدان. فأهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام على شاشة قناة اليوم، وأبدأ مباشرة من آخن في ألمانيا مع الكابتن أحمد. كابتن أحمد، كيف سيبدأ ساوثجيت المواجهة وما الطريقة التي سيعتمدها في مواجهة المنتخب الدنماركي؟ مساء الخير لك، مساء المشاهدين الكرام ولضيفك العزيز. الفريق الإنجليزي تطور بشكل ملحوظ بالمباراة الأخيرة وتحسن أداء الفريق كثير، بلش يقدم عروض كثير جيدة، واستطاع الفريق الإنجليزي إنه ما يستقبل ولا هدف. هذا إذا دل على شيء فبيدل على أن الفريق جدا متناسق وعم يلعب كرة قدم حديثة، وبالتالي إلى جانب أيضا وجود اللاعبين مستوى عالي ومهاري جدا مثل هاري كين ورحيم ستيرلينج اللي عم يعطوا زخم كتير للفريق في الأداء. هاري كين لاعب ذكي وتحركات خطيرة وأكسب الثقة لرفاقه، وهو متميز كقائد في الفريق وكان له دور كتير كبير في منح المساحات الكافية لتحرك اللاعبين إلى جانبه. طبعا في كمان لازم نضيف أنه في اللاعب لوك شو هو أول لاعب إنجليزي في المباراة. نعم كابتن، نتحول إلى رام الله في فلسطين مع الكابتن رامي. كابتن رامي، أيضا المنتخب الدنماركي، كيف يمكن أن يدخل المدرب هيولماند المواجهة وهو سيعاني أمام أصحاب الدار؟ في البداية مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير لكل المشاهدين الكرام ولضيفك الكريم. طبعا المنتخب الدنماركي على الورق المنتخب الإنجليزي أفضل بكثير من المنتخب الدنماركي، لكن المنتخب الدنماركي يؤمن بكل حظوظه، سيلعب حتى النفس الأخير، لديه مجموعة شابة ومميزة ويريد أن يصنع مفاجأة في هذه المباراة، ولما لا بلوغ النهائي على حساب منتخب إنجلترا الذي سيلعب على أرضه وبين جماهيره. المباراة ستكون صعبة على المنتخب الدنماركي، وهذا المنتخب كابتن يعني عانى الأمرين قبل الوصول إلى هذا الدور. بدأت الحكاية المعاناة عندما سقط إريكسن على أرضية الملعب في مباراة فنلندا، وخسر المنتخب الدنماركي أمام فنلندا، ومن ثم خسر مباراة أخرى، وهذه أول مرة يخسر منتخبين أول مرة يخسر المنتخب مباراتين في مجموعته، ثم يتأهل بعد الفوز على روسيا بقطعية مقابل هدف. ثم المنتخب الدنماركي تطور مستواه نوعا ما في الأدوار المتقدمة في هذه البطولة، والآن يدخل لمنافسة المنتخب الإنجليزي من أجل بلوغ النهائي. وسبق المنتخب الدنماركي الفوز بهذه البطولة عام 92، والمدرب مدرب المنتخب الدنماركي قال سنقاتل بكل شراسة من أجل أن نظهر بشكل جيد. نعم. هذا المنتخب القوي والشرس والمرشح للبطولة،
حتى المنتخب الدنماركي مدرب المنتخب الدنماركي يرى بأن منتخب إنجلترا مرشح فوق العادة للفوز في هذه المباراة، لكنه قال للاعبيه العبوا واستمتعوا في هذه المباراة ونريد أن نقاتل ونخطف البطاقة من الإنجليز على أرضهم وبين جماهيرهم، رغم أن عامل الأرض والجمهور سيكون صعب للغاية على المنتخب الدنماركي، سيساعد الإنجليز بشكل كبير في هذا المساء. نعم رامي، يعني فعلا مواجهة صعبة أن تلعب في ويمبلي وأمام جماهير الإنجليزية، هل هناك إنصاف في هذا الأمر؟ يعني يسمح للجماهير الإنجليزية بدخول إلى المباراة ولا يسمح للوافدين من الدنمارك بالدخول؟ كان على الاتحاد الأوروبي حل هذه المعضلة باعتبار أن هناك ظروف استثنائية طبعا جراء انتشار فيروس كورونا لا يسمح لأي وافد إلى المملكة المتحدة بالدخول مباشرة إلا بعد وضعه في حجر صحي لمدة 15 يوما. أكيد لم يكن هناك أي إنصاف في هذه البطولة يعني أو في هذه المباراة تحديدا، يعني عندما المباراة تقام على ملعب ويمبلي وأمام جماهير غفيرة فأنت تقول لمنتخب إنجلترا عليك الفوز في هذه المباراة، يعني منتخب الدنماركي سيقاتل على أرضية الملعب وسيحارب الجماهير طرف آخر لأن المنتخب الدنماركي لا يملك الجماهير في هذه المباراة. الاتحاد لم يكن منصفا في هذه النقطة، يعني كان بإمكانه على الأقل أن ينقل المباراة إلى مدينة أخرى، مدينة محايدة، ملعب محايد لتكون الفرصة ومبدأ تحت الفرصة للفريقين والمساواة في هذه المباراة، لكن أن تلعب المباراة في ويمبلي فهذا يعني سيكون عامل مساعد كبير للمنتخب الإنجليزي للفوز في هذه المباراة إلا إن حدث أي مفاجأة من طرف المنتخب الدنمارك. أكيد المنتخب الإنجليزي أقوى بكثير من الدنمارك، فما بالك عندما تلعب على أرضك وبين جماهيرك وبمساندة الجماهير، فإن المنتخب الإنجليزي ممكن أن يتأهل ويعبر للنهائي ولما لا الفوز بالبطولة لأول مرة في تاريخه. نعم كابتن أحمد، يعني المنتخب كما تفضل رامي رغم قوة المنتخب الإنجليزي لم يحقق الانتصار في آخر مواجهتين على المنتخب الدنماركي. كابتن أحمد كابتن أحمد هل تسمعنا؟ معك؟ أنا بسمعك منيح تماما. إيه؟ نعم كابتن سألتك هل طبعا المنتخب الإنجليزي هو الأفضل على الورق، هل يمكن أن يستطيع المنتخب الدنماركي الصمود أمام المهاجمين الأشداء هداف كأس العالم 2018 هاري كين وأيضا رحيم ستيرلينج والبقية الباقية؟ هذه المباراة تلعب على الجزيرة كابتن، الفريق الدنماركي يمتلك خط دفاع صلب ومرحلة جيد، بعتقد مدرب الدنمارك اعتبر أنه المباراة تحدي له وأعطى شحنة معنوية جيدة للاعبين وأكد أنه خوض أول مباراة الدور قبل النهائي هو بحد ذاته إنجاز للفريق الدنماركي. نحن شفنا اليوم أنه الفريق الدنماركي فاجأ الجميع بوصوله لمربع الذهبي، ووصول الدنمارك لم يتوقعه الكثيرين، يعني ما كنا متوقع أنه الدنمارك ممكن يصل خاصة بعد خسارته أمام فنلندا وبلجيكا والحادثة تبع لاعب أريكسون. وصل للدور النهائي بعد أن تغلب على قبل النهائي بعد أن فاز على ويلز وعلى تشيك. فريق الدنماركي بيمتلك لاعبين بالوسط جيدين ومعظم اللاعبين موجودين بالفريق الدنماركي، معظم أكثر من 4-5 لاعبين بيلعبوا ضمن الفريق ضمن الدوري الإنجليزي، لذلك رح نشاهد مباراة جيدة وقوية. الفريق الدنماركي ما راح يكون ابدا خصم قوي ضعيف جدا مقابل الفريق الانجليزي، راح يكون منافس قوي جدا ونتوقع انه يقدم عروض. طبعا هذه المباراه في حال سجل الفريق الانجليزي اولا راح يكون في كلام ثاني، واذا تاخر الهدف وتاخر الفريق الانجليزي بالتسجيل راح يكون في كلام ثاني للفريق الدنماركي. نعم رامي، يعني المنتخب الدنماركي عود عشاق كرة القدم حول العالم بالمفاجآت، نتذكر مونديال أو نهائيات 92 في القرن الماضي عندما
شاركت بالبطولة بشكل استثنائي بعد غياب المنتخب اليوغسلافي لأسباب سياسية، شاركت الدنمارك وأحرزت اللقب. هل يمكن أن تفعلها بعد القصة الحزينة لنجمه كريستيان أريكسن؟ والله يا كابتن كل شيء جائز في كرة القدم، يعني المنتخب الإنجليزي أقوى كما كنا على الورق، فنجوم كثر في المنتخب الإنجليزي، لكن منتخب الدنماركي فريق مميز، منتخب مميز، وعلى المنتخب الإنجليزي أن يحذر كل الحذر من أي مباغتة ومن أي مفاجأة من هذا المنتخب، خاصة بعد معاناته كما قلت وإصابة إريكسن وكاد أن يفقد حياته، ثم عاد المنتخب الدنماركي بشكل أقوى وهو يصل إلى نصف النهائي، وممكن لما لا أن يحدث المنتخب الدنماركي مفاجأة، خاصة كما قال زميلي المنتخب الدنماركي لديه خط دفاعي قوي جدا، خط دفاعي ناري بتواجد فيسترغارد وسايمون كاير، مدافعين مميزين في تشكيلة المنتخب الدنماركي، وقد يحدث المنتخب الدنماركي أي مفاجأة، وهذا حق شرعي للمنتخب الدنماركي، سيلعب 90 دقيقة وبإمكانه خلق مفاجأة وصنع هذه المفاجأة هذه الليلة على حساب المنتخب الإنجليزي، لكن كما قلنا منتخب إنجليزي سيكون لديه نجوم في أرضية الملعب و60,000 متفرج في المدرجات، فهذا يساعدهم بشكل كبير على حسم هذه البطاقة، يعني المباراة صعبة جدا على المنتخبين، لا أقول على المنتخب الإنجليزي فقط، أيضا المنتخب الدنماركي يعني ممكن أن يحدث مفاجأة، المباراة مفتوحة 90 دقيقة، يعني ما سيجري في أرضية الملعب هو من سيحسم اللقاء. كرة القدم لا تعترف بالتاريخ وفي الماضي، كرة القدم تعترف بمن سيعطيها في أرضية الملعب. قد نشاهد مثلا حالة طرد لمنتخب إنجلترا، قد نشاهد ركلة جزاء للمنتخب الدنماركي، فهذا سيساعد المنتخب الدنماركي على إحداث مفاجأة والتأهل على حساب المنتخب الإنجليزي. لنرى ماذا سيحدث هذه الليلة كابتن. نعم كابتن أحمد، قبل الوصول إلى نصف النهائي المنتخب الإنجليزي اكتسح المنتخب الأوكراني برباعية، بالمقابل اكتفى المنتخب الدنماركي بالفوز على تشيك بهدفين لهدف. المنتخب الإنجليزي حتى الآن لم تهتز شباكه ولا مرة، بينما المنتخب الدنماركي كما ذكرنا تعرض لخسارتين في بداية المشوار. هل يمكن أن يصب كل ذلك في مصلحة الأسود الثلاثة؟ كل مباراة وإلى ظروفها، طبعا المباراة ما بنقدر نقيم إنه شو راح يلعب الفريق الإنجليزي، الفريق الإنجليزي عم يلعب بخطة 4-2-3-1، قوته في دفاعه طبعا وقوته في انتقال الدفاع وخط الوسط إلى الأمام واعتماد على المهاجم الصريح هاري كين هو اللاعب الباسورد تبع الفريق الإنجليزي، إلى جانب التحركات القوية لفريق رحيم ستيرلينج، للاعب رحيم ستيرلينج. اليوم راح نشوف مباراة غير المباريات التمهيدية، طبعاً نفس طريقة اللعب، الفريقين بيلعبوا بنفس الطريقة الأوروبية مدرسة واحدة، بس نحن راح نشوف اليوم مباراة ضغط عالي جداً من الفريق الإنجليزي يقابلوا خطة الفريق الدنماركي اللي راح يلعب ب4-3-3. خطة طبعاً هي بحكم دفاعية، لو إنه بيلعب بثلاث مدافعين بس هي دفاعية لأنه بيلعب بأربع لاعبين ارتكاز يساندوا الفريق من وراء. راح نشوف اليوم الفريق الدنماركي عم بيراقب، اذا قدر في حاله وحده، اذا قدر الفريق الدنماركي وخط دفاعه في ابعاد رحيم ستيرلينج الى الجوانب وابعاده عن مناطق الخطا، وبالتالي اغلاق المساحات على هاري كين ومن وراء اوساكا، فهذا نحن بنقدر بنقول انه الفريق اليوم اجاد انه يقدر يكسب الفريق الانجليزي، وبالتالي اذا في جزئيات صارت في المباراه بعتقد انه اليوم الفريق الدنماركي ممكن يشكل، خاصه انه العبي لعب اليوم ضد فريق قوي على أرضه أمام جمهوره، فإذا في حال خرج الشوط الأول، أنا أتوقع إذا خرج الشوط الأول متعادلا فالمباراة راح تلعب على جزئيات دقيقة، وإن حصل طرد أو حصل ضرب جزاء أو حصل ضرب حر مباشرة، طبعا في كل الشغلات في كل المباريات كل شيء جائز، ويمكن أن يكون اليوم الفريق الدنماركي يشكل مفاجأة للفريق الإنجليزي الذي شحن كثيرا من الإعلام وأخذ مد إعلام كتير كبير. طبعا نحن بنقول الفريق يستاهل، وفريق هو اليوم الصحافي الإنجليزي قالت لازم ترجع كرة القدم الحقيقية إلى منزلها الأول وهو البيت الإنجليزي، فبعتقد اليوم اللاعبين عليهم ضغط كتير كبير وهذا يأثر بأثر على مستواهم، فأعتقد أن المباراة إذا خرجت من الشوط الأول التعادل راح يكون في كلام تاني للدنماركيين.
على كل حال الإنجليز لم يحرزوا لقب البطولة في أي مرة عكس المنتخب الدنماركي كما ذكرنا في عام 1992، وسنترقب هل سيستطيع المنتخب الإنجليزي متسلحا بعاملي الأرض والجمهور والنجوم الكثر إنهاء القصة الجميلة والمؤثرة. المنتخب الدنماركي رفاق أريكسون سنترقب وسنشاهد. نعود إلى نتيجة مباراة المنتخب الإيطالي والإسباني والعبور الأول لنهائي يورو 2020. رامي، عبور صعب ولكن مؤثر ومستحق للمنتخب الإيطالي على حساب المنتخب الإسباني. شاهدنا مباراة كبيرة، مباراة ممتعة بين الطليان ولاروخا المنتخب الإسباني، المنتخبان تبادلا السيطرة على هذا اللقاء. شاهدنا مباراة ممتعة للغاية، المنتخب الإسباني ظهر بشكل مختلف للمباريات السابقة، لم يكن يتوقع المنتخب الإيطالي بأن منتخب إسبانيا سيظهر بهذا الشكل. المنتخب الإسباني أتعب الطليان بشكل كبير في هذا في هذه المباراة، حتى اعتراف مانشيني قال بأن منتخب إسبانيا أتعبنا كثيرا، لكن العبرة في الخواتيم. المنتخب الإيطالي تأهل، الكل كان يرشح منتخب إيطاليا للفوز في هذا اللقاء، ولم يكن يتوقع بأن منتخب إسبانيا سيقدم هذا الأداء المميز. يعني فرص كبيرة وكثيرة سنحت المنتخب الإسباني والإيطالي لحسم هذه المباراة. المنتخب الإسباني كان لديه فرص لحسم اللقاء وخطف البطاقة من منتخب إيطاليا خاصة في الأشواط الإضافية، لكن المباراة انتهت كما تعلم بركلات الحظ الترشيحية لمصلحة منتخب إيطاليا، ووصل منتخب إيطاليا للنهائي. كان المنتخب الإيطالي قد تقدم عبر لاعبه كيازا في الدقيقة 60، ومن ثم أدرك البديل ألفارو موراتا هدف التعادل في الدقيقة 80. يعني لويس إنريكي قرأ المباراة بشكل جيد، دفع بالهجوم مورينو وألفارو موراتا وكان لهم ما أراد وسجل هدف التعادل، لكن الحظ لم يحالف الإسبان في هذه المباراة. يعني المباراة كانت متكافئة إلى حد كبير، لكن ابتسم الحظ في النهاية للمنتخب الإيطالي. هارد لك لاروخا المنتخب الإسباني. نعم كابتن أحمد، فعلا وداع مشرف للمنتخب الإسباني، لم يكن من المرشحين أبدا على تجاوز الدور ربع النهائي حتى، لكنه في الأدوار الإقصائية طبعا تغلب ووصل إلى نصف نهائي وقدم مباراة قوية وقوية جدا، وحتى أنه كان الأفضل في الكثير من مراحل المواجهة وخسر بركلات الجزاء الترجيحية. لماذا لم يعتمد لويس إنريكي على النجاعة الهجومية، ولماذا استبعد قائد الفريق سيرجيو راموس ولم يستدعي أي لاعب من صفوف ريال مدريد؟ المباراة كانت جدا قوية ودانت السيطرة مثل ما قلت للفريق الإسباني في الشوط الأول، فعلا مباراة قوية وأثبتت أنه في دروس حقيقية يقدمها الفرق الأوروبية لكرة القدم استفاد منها لكافة الفرق العالمية. المباراة كانت التنظيم الدفاعي والتنظيم الهجومي لكلا الفريقين جيدة جدا، صحيح أنه لم يستخدم، نرجع لسؤالك الأساسي، أنه لم يستخدم اللاعبين على قدر عالي من الحرفية والمهاجمين، فاللاعب له رأيه، وهو حتى في المباراة إسبانيا وإيطاليا أخر ألفارو موراتا اللي هو لاعب صريح ومهاجم صريح، وشفنا لما نزل موراتا شلون عاد، كان الفريق خسران 1-0 شلون عاد تيجي إلى وبضربة الجزاء اللي أضاعها عاد الفريق الإسباني ككل إلى إسبانيا. الفريق الإيطالي منظم جدا، وشفنا أنه لم يخسر في آخر 13 مباراة أبدا. شفنا الفريق الإيطالي من بداية الأدوار التمهيدية فريق مميز جيد يمتلك خطوط ثلاثي متكامل نعم كابتن. نعم رامي، فعلا المنتخب الإيطالي كما تفضل الكابتن أحمد قدم بطولة جيدة حتى الآن، لكن فعلا شاهدنا فروقات. الدور الأول كان المنتخب الإيطالي مهيمن بالكامل على المجموعة، في الدور الثاني فاز بصعوبة على المنتخب النمساوي ثم عاد ليكشر عن أنيابه من جديد طبعا، ولكن في مواجهة الأمس فاز بضربة حظ كما يقولون أو بركلات الجزاء الترجيحية. هو كابتن منتخب إيطاليا كما قلت
هيمنة على البطولة منذ بدايتها. الكل رشح منتخب إيطاليا لإحراز اللقب أولى المباريات، لكن في الأدوار المتقدمة في دور ثمن النهائي فاز فوز هزيل على منتخب النمسا. يعتبر منتخب النمسا منتخب متوسط الإمكانات، فاز بهدفين مقابل هدف، ثم عاد وفاز على منتخب بلجيكا أعتقد في ربع النهائي بهدفين أيضا مقابل هدف، فوز بصعوبة في مباراة لاروخا. المنتخب الإسباني، المنتخب الإسباني هو من صنع المفاجأة بهذا الظهور المميز للمنتخب الإسباني. المنتخب الإيطالي هو منتخب مميز، لكن منتخب إسبانيا قدم درس كبير ومباراة كبيرة من لويس إنريكي وعناصر المنتخب الإسباني كبدري وألفارو موراتا وداني أولمو وبوسكيتس والعديد من النجوم، قدموا مباراة كبيرة للمنتخب الإسباني. هم من فاجأوا العالم في الدور نصف النهائي أمام المنتخب الإيطالي. منتخب إيطاليا منتخب منظم في كافة الخطوط، حراسة المرمى مميز، في خط الدفاع مميز، أيضا في الوسط في الهجوم منتخب متكامل. لكن المنتخب الإسباني هو من أتعب المنتخب الإيطالي في هذه المباراة. شاهدنا مباراة ممتعة بين الطرفين. المنتخب الإيطالي كما قال مانشيني، هذا المجهود لم يأتي من فراغ، هذا جاء من مجهود لسنوات كبيرة وكثيرة، 3 سنوات ونحن مع هذه المجموعة ونقاتل. والمنتخب الإيطالي أصبح 33 مباراة لم يهزم في هذه المباريات الكاملة، وهو قريب من تحطيم رقم المنتخب الإسباني أعتقد في 35 مباراة، في 35 مباراة فوز متتالي المنتخب الإسباني، وقريب جدا المنتخب الإيطالي بتحطيم هذا الرقم. يعني أرقام مميزة للمنتخب الإيطالي، بطولة مميزة، ولكن كما كنا المنتخب الإسباني قدم أداء مشرف. نعم. فخرج مقطوع الرأس من هذه البطولة، حتى جوردي ألبا كابتن الفريق قال نحن فخورين بهذه المجموعة وأتمنى أن أبقى مع هذه المجموعة في مونديال قطر المونديال المقبل العام المقبل. قال بأن أول مرة نشاهد منتخب إسبانيا يقدم هذا المجهود. نعم. وهذا الأداء رغم وجود عناصر شابة كثر في تشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني. شاهدنا كثيرة أداء رجولي وبطولة منتخب إسبانيا، لكن تأهل المنتخب الإيطالي بضربة حظ كما يقال. نعم كابتن أحمد، يعني انتقادات لاذعة وجهت للويس أنريكي بسبب كما ذكرنا لعدم استدعائه لاعبين من صفوف ريال مدريد، وهو أحد عمالقة الكرة الإسبانية، لم يستدعي أي لاعب، وحتى أنه استبعد القائد سيرجيو راموس الأكثر لعبا في صفوف الفريق الإسباني. تكون بالدوري العام هي قويه جدا. نحن شفنا اليوم ان كان على مستوى فريق برشلونه وان كان على مستوى فريق ريال مدريد، النتائج او الدوري الاسباني ككل لم يكن بهذا الوهج الذي هو عليه في السنوات الماضيه. لما كان فريق برشلونه يقدم نجوم الى المنتخب، هو فريق ريال مدريد شفنا انه ب 2008 و2010 و2012 احرزوا عده بطولات، بس بعتقد انه هذا سبب مقنع انه ما يستدعي لاعبين من ريال، بس هو ما عنده كان الزخم الكافي من اللاعبين المهاجمين، خاصه المهاجمين الذين لم يستطع أن يعني الزج بهم في المباريات. ولذلك أعتقد أن النتيجة كانت جدا طبيعية ومنطقية للمستوى الذي قدمه فريق الإسباني. نعم كابتن أحمد، يعني لماذا هذا التذبذب في مستوى المنتخب الإيطالي؟ كما ذكرنا دور أول قوي ثم المرور بصعوبة في الأدوار التالية. لكل مباراة ظروفها ومجريات المباريات. طبعا المباراة تلعب النهائي غير المباراة التي تستعد لها في مباراة نصف النهائي. كل مباراة الأدوار التمهيدية، الفرق تجهل خصومها بشكل كامل، تجهل خطط اللعب في كل مباراة. طبعا الفريق الإيطالي أدى بمبارياته كلها بشكل قوي جدا، قدم عروض جيدة مثل ما قال زميلي أنه الفريق عم يستعد من 3 سنين وله نتائج كثير، حق نتائج يعني على مستوى عالي من ما دخل، بقصد انه ما خسر من 13 مباراه لحد الان. فريق جيد يمتلك خطوطه 3 تنظيم دفاعي. هن الكره الايطاليه تعتمد اصلا على التنظيم الدفاعي، بس الانتقال من منطقه الدفاع الى منطقه الهجوم كان بشكل رائع من الفريق الايطالي. الفريق الايطالي تحسن طبعا، قدم مثل ما قلت قدم اداء جيد في المباريات التمهيديه، ولكن هناك فرق اقوى قابلها في الدور الثاني. اليوم اذا الفريق الايطالي راح يلعب مع احد الفريقين، ان كان الانجليزي
أو الدنماركي كما أعتقد أنا وكب خبرتي الفنية الفريق الإيطالي متمكن أكثر بحضور واثق في الملعب وتحركات الخطوط الثلاثة متناسقة. أعتقد أنه هو سيشكل خطورة كبيرة على الفريق المنافس الذي يلعب معه المباراة النهائية. فريق جيد متكامل يملك هدافين جيدين لاعبين جيدين محترفين والكرة الإيطالية بخير والدوري الإيطالي بخير، لذلك المنتخب راح يكون جيد وتكون المنتخب بخير أيضا. نعم رامي، لم نشاهد متوسط ميدان المنتخب الإيطالي الذي كان مسيطرا في الدور الأول والدور الثاني وأيضا ربع النهائي على متوسط الميدان. شاهدنا بيدري النجم بيدري الشاب بيدري يسيطر بالكامل على وسط الميدان. طبعا شاهدنا استحواذ للمنتخب الإسباني، نسبة السيطرة أتوقع كانت 65% لصالح لاروخا، لكن ما كان ينقص المنتخب الإسباني هي النجاعة الهجومية. بالفعل كابتن، المنتخب الإسباني معروف هم أسياد وملوك الاستحواذ، يعني المنتخب الإسباني استحوذ على منتصف وسط الملعب، المنتخب الإيطالي حاول أن يتكيف مع هذه الطريقة، حاول أن يغير من التكتيك من أجل السيطرة على المباراة. المنتخب الإسباني نسبة الاستحواذ كانت كما قلت صحيح 65% للمنتخب الإسباني مقابل 35 للطليان، لكن العبرة في الخواتيم. المنتخب الإسباني لم يستغل هذه السيطرة، سيطرة عقيمة كما يقال. المنتخب الإيطالي هو من خطف الفوز وتأهل عن هذه في هذا الدور ووصل المباراة النهائية، ويعتبر هذا الوصول الأول للمنتخب الإيطالي إلى النهائي منذ عام 1968. المتوسط الميدان بدري قدم مباراة أو قدم بطولة كبيرة كابتن، حتى لويس أريكي أشاد بهذا اللاعب وقال لم أشاهد صبيا صغيرا، حتى إنيستا لم يكن بذلك، لم أشاهد صبيا صغيرا بعمر 18 عاما يقدم مستوى كما قدم بدري في بطولة كبيرة كاليورو أو كأس العالم. إشادة كبيرة بهذا النجم قادم بقوة، هو يلعب لبرشلونة قادما من لاس بالماس، ومستقبل كبير لهذا اللاعب وهو إنيستا الجديد، وهو قال أتعلم الكثير من إنيستا وهو على خطى النجم أندريس إنيستا. نعم. كابتن نعم طبعا سنترقب من سيصل ويرافق إيطاليا إلى المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب ويمبليخ. وصلنا لختام حلقة الليلة، أشكر ضيوفي الكرام من آخر الألمانية الكابتن أحمد وفا شعار المدرب والمحلل الكروي، ومن رام الله في فلسطين الإعلامي رامي زيدان، وحتى نلتقي في الأسبوع المقبل تقبلوا تحيات أسرة قناة اليوم. إلى اللقاء.